بالنسبة للكثيرين منا أصبح تعدد المهام أمراً روتينياً، لكن هل أداء عدة مهام في آن واحد منطقي حقاً؟ دماغنا لا يجيد التعامل مع مهمتين مختلفتين في آن واحد. إنه يسبب إجهاداً يمكن قياسه. من الثابت أن الإجهاد يدمر مناطق مختلفة من الدماغ. إذن ما الذي يفعله تعدد المهام بنا؟ القوة السحرية لتعدد المهام هي خلق الوهم الذاتي بأننا ننجز الكثير. إنه شعور يتغذى بشكل خاص من العالم الرقمي، شعور مغر، لكنه يمثل تحدياً يبقينا متأهبين على الدوام. نظراً لأننا دائماً في وضع التأهب والاستقبال لكل شيء، فإن مدى انتباهنا الفعلي يقل. اليوم أصبح من الطبيعي جداً أن نكون متاحين باستمرار أثناء أداء بعض المهام الأخرى. أحياناً يكون تعدد المهام مثمراً أيضاً، يتعلق الأمر بإيجاد القدر والبنية المناسبين. لكن أين تكمن الحدود؟ كيف يتفاعل دماغنا حين يتعين عليه أداء مهام مختلفة في آن واحد؟ وماذا عن الجسد؟ هل هناك تأثيرات إيجابية ربما؟ وهل صحيح أن بعض الأشخاص يتعاملون مع تعدد المهام بشكل أفضل من غيرهم؟ نحن البشر قادرون تماماً على القيام بأشياء مختلفة في آن واحد، لكن هذا يعتمد على المهام والظروف. ولكن ما المقصود بتعدد المهام؟ لا يستخدم مصطلح تعدد المهام بشكل محدد، فبالنسبة للبعض هو القيام بأعمال متوازية، أما البعض الآخر فيعتقد أن تعدد المهام هو المواءمة بين الأدوار المختلفة في الحياة كالأسرة والعمل. يأتي مصطلح تعدد المهام في الأساس من مجال علوم الحاسوب، فهو يصف قدرة نظام التشغيل على أداء عدة مهام في آن واحد. الدماغ البشري هو أيضاً مركز حاسوب عملاق ومعقد، ومع ذلك فإن مقارنته بجهاز كمبيوتر بعيدة كل البعد عن الدقة، فالآلات تعمل حصرياً وفقاً للقواعد الرياضية. تتميز بحقيقة أنها تستطيع معالجة وتخزين كميات هائلة من البيانات في وقت قصير جداً. أما دماغنا فيعمل بشكل انتقائي للغاية، حتى إن معظم المعلومات التي نتلقاها لا تدخل أساساً إلى وعينا. معظم العمليات تتم بالطبع بشكل لا شعوري، وهذا يعتمد ببساطة على عدد العمليات المؤتمتة التي تتم بالتوازي مع عمليات أخرى، لكن قدرتنا على حل المشكلات التي تنطوي على أداء عقلي جديد أكثر تعقيداً محدودة للغاية. المهاد الموجود في الدماغ البيني هو المسؤول عن اختيار وترشيح المعلومات الواردة باستمرار. إنه مركز التحكم الرئيسي للأعضاء الحسية وإرسال المعلومات الهامة إلى القشرة الدماغية. كل ما نراه أو نسمعه أو نشعر به أو نتذوقه أو نشمه تتم معالجته في مناطق مختلفة من القشرة الدماغية المسؤولة أيضاً، كما أنه مسؤول عما نفكر فيه ونتعلمه ونتذكره. ما نركز عليه انتباهنا بوعي يتم التحكم فيه بواسطة القشرة الحزامية الأمامية. إن كان علينا مثلاً أداء 4 مهام مختلفة وتمكننا من إنجازها بنجاح، فهذا فقط لأننا نركز على المهمة رقم 1، بينما نقمع التحدي الذي تشكله المهمتان الثانية والثالثة. وعندما ننتقل إلى المهمة الثانية، فإننا نقمع التحدي الذي تطرحه المهمتان الأولى والثالثة. هذا يعني أننا بحاجة إلى القوة والانتباه للقيام بذلك، إضافة إلى الانضباط الذاتي. في العديد من المواقف نستهين بإمكانياتنا ونعرض أنفسنا للخطر نتيجة لذلك. لا تزال قيادة السيارة نشاطاً معقداً للغاية حتى بالنسبة للسائقين المتمرسين، لذا من المنطقي جداً أن يمنع استخدام الهاتف الذكي أثناء القيادة.
فقد أظهرت الاختبارات التي أجريت في ألمانيا والولايات المتحدة أن انتباه سائق السيارة الذي يستخدم الهاتف المحمول ينخفض بنسبة 40%. هذا يشبه وجود مستوى كحول في الدم بين 0.8 و 1.1 لكل مل. تريد المتطوعة لاختبارنا وهي سائقة سيارة ذات خبرة أن تكتشف ذلك بنفسها، وقد حضرت للخضوع لتدريب على سلامة السائقين. عليها أن تقطع مسافة معينة ستواجه خلالها تحديات مختلفة. من وقت لآخر يتعين عليها قراءة الرسائل وكتابتها على هاتفها الذكي أو إجراء مكالمة، تماماً كما هو الحال في الحياة الواقعية. تدرك سائقة سيارتنا جيداً أنها في وضع اختبار خاص وأن انتباهها مشتت. مع ذلك فإن من يفقد تركيزه لثانيتين فقط وهو يسير بسرعة 50 كيلومتراً في الساعة يقود كالأعمى لمسافة حوالي 30 متراً. هنا أيضاً لدينا حالة إلهاء بسبب التواصل الرقمي الموازي. في ندوة بإحدى الجامعات يتنافس المحاضر باستمرار مع عالم الإنترنت بأكمله. ومع ذلك أظهرت الدراسات التي أجريت في 5 جامعات ألمانية أن أداء الطلاب الذين يستخدمون الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية أثناء المحاضرة ينخفض بنحو 30%. وماذا عنكم؟ كيف تقسمون انتباهكم؟ كم عدد المنصات التي يمكنكم التعامل معها في آن واحد دون أن تشعروا بأنها زادت عن الحد؟ لقد لاحظت مثلاً أنني لا أستطيع نقاش والدتي أثناء ربطي لحذائي. أنا أعترف بأنني غير قادر على فعل ذلك. لدي جهاز لعقد اللقاءات عبر الإنترنت باستخدام تطبيق زوم، ولدي جهاز لوحي لتدوين الملاحظات وما إلى ذلك، وقد أفتح تطبيق إنستغرام على هاتفي أيضاً حين أتلقى رسالة ألاحظ أنني لا أستطيع التركيز على المحاضرة وأحتاج لاستعادة التركيز، لذا فأنا لا أجيد تعدد المهام. من وقت إلى آخر أستمع لتطبيق سبوتيفاي بصوت منخفض في الخلفية، لذا لا يكون لدي مشكلة في متابعة المحاضرة. درس علماء النفس في جامعة زيورخ ما يحدث بالضبط في دماغ الإنسان حين يتعلم مادة ما ويستمع في نفس الوقت للموسيقى. ففي نهاية المطاف يستمع الكثير من الناس إلى الموسيقى أثناء أداء عملهم، فهم يعتقدون أن ذلك يساعدهم على التركيز بشكل أفضل. وبعض نظريات التعلم تدعم هذه الفرضية. في تجربة زيورخ يدرس الأشخاص الخاضعون للتجربة أحياناً على أنغام الموسيقى وأحياناً من دونها. فهنا مثلاً تتعلم الطالبة مفردات اللغة الإنجليزية أثناء الاستماع إلى الموسيقى الكلاسيكية ويتم تسجيل نشاط دماغها. يراقب ماتياس كوبي طالب الدكتوراه الذي يجري التجربة منحنيات مخطط كهربية القلب عن كثب. برفقة البروفيسور لوتسينكا يراقب الباحث الشاب كيف يتعامل دماغ المرأة مع المهمة المزدوجة. على الرغم من أن رئيس فريق البحث عاشق كبير للموسيقى، إلا أن البروفيسور لا يستمع للموسيقى أبداً أثناء العمل وهو يعرف السبب. إن كنت تتعلم المفردات مثلاً أثناء الاستماع للموسيقى، فيجب أن تركز فقط على تعلم المفردات وقمع أي تأثير للموسيقى في دماغك، أي محاربته بطريقة ما، وهذا يحتاج إلى القوة والجهد، ولا يمكننا أن نفعل ذلك لوقت طويل. أظهر البروفيسور ينكا في المختبر بوضوح كيف أن مقطوعة من تأليف فيفالدي تطلق موجات عاصفة في الدماغ، وهو ما يترك مساحة صغيرة للتعامل مع المهام الإضافية والمحفزات الأخرى. هناك بعض الاستثناءات، فحين تعمل في مكتب مفتوح ومحاط بالمنبهات يمكنك وضع سماعات الرأس والاستماع لموسيقى ذات بنية يمكن التنبؤ بها إلى حد ما، فهذا أخف الضررين مقارنة بالمحفزات المتغيرة باستمرار وغير المتوقعة. الأمر يتعلق دائماً بقدر التحديات التي تواجه انتباهنا. يمكننا أن نحسب بدقة أن 11 مليون بت من المعلومات تؤثر على حواسنا كل ثانية، لكن يمكننا أن نعالج بوعي ما بين 11 إلى 60 بت منها فقط،
فكر في ذلك للحظة فقط، 11 مليون بت مقابل ما بين 11 إلى 60 بت، لذا علينا أن نختار بوعي هذه المعلومات المعالجة إدراكياً. لكن كيف يتسنى لنا فعل ذلك؟ في غرفة عازلة للصوت في مركز أبحاث لايبنيتس لبيئة العمل في دورتموند، يدرس البروفيسور إدموند فاشر وفريقه كيفية استيعابنا اللغوي. تركز هذه التجربة بالتحديد على ما يعرف بتأثير حفلة الكوكتيل، حيث يوجد موقف تؤثر علينا فيه الكثير من المحفزات الحسية تماماً كما في الحفلة. هنا مثلاً يمكن سماع 3 أشخاص في وقت واحد، فكيف يصنف دماغنا كل هذه الثرثرة من الأصوات؟ الأمر يشبه المرشح إلى حد ما، لكنه دائماً ما يعتمد على التأثير المتبادل، أي على المنافسة بين أنواع المعلومات المختلفة أو الخلايا العصبية التي تعالج أنواع معينة من المعلومات. في هذه التجربة يريد فريق البحث في دورتموند تحديد أهمية المعلومات المرئية الإضافية مثل حركات الشفاه لفهم الكلام. البحث في عمليات الانتباه هذه يكتسب أهمية متزايدة، خاصة بالنسبة لحياتنا العملية. لا شك في أنه يتعين علينا معالجة معلومات أكثر بكثير مما كان عليه الأمر في الماضي، وذلك من خلال التقنيات الجديدة وأيضاً من خلال الرقمنة في العديد من المجالات. فالعديد من الوظائف هذه الأيام تتضمن معالجة المعلومات، لذا لدينا اليوم تحد لا يمكن مقارنته بما كان لدينا قبل 20 أو 30 عاماً. غالباً ما تؤكد عروض العمل على ضرورة أن يكون المتقدمون قادرين على القيام بمهام متعددة، فهل هذا يعني أن أي شخص يتقدم بطلب يجب أن يكون قادراً على التعامل مع أكبر عدد ممكن من الأشياء في آن واحد؟ والاستجابة للمقاطعة بسهولة فائقة؟ إن المفهوم المثالي واسع الانتشار الآن للموظف الكفء هو الشخص الذي يمكنه التواصل مع الزملاء والعملاء والرؤساء، والذي يكون متاحاً دائماً ويمكنه العمل على العديد من الأجهزة الرقمية في آن واحد مع تتبع جميع المهام الملقاة على عاتقه باستمرار. لكن ظاهرة تعدد المهام لا توجد في بيئة العمل المكتبي وحسب، بل في قطاع الإنتاج أيضاً. لقد أدى التغيير في عالم العمل أيضاً إلى تغيير البحث في بيئة العمل. في الماضي كان مثل هذا البحث يميل إلى التركيز على الحاجات الجسدية، أما اليوم فيتم التركيز بشكل رئيسي على الضغوط العقلية. إلى أي مدى يعمل دماغنا حين يتعين عليه مثلاً معالجة المعلومات في نفس الوقت الذي يعمل فيه الجسم؟ في تجربة قيادة القوارب هذه يتعين على الأشخاص التغلب على العقبات من دون أن يفقدوا توازنهم على سطح السفينة المتأرجح. إنه تحد عقلي وحركي أيضاً. يتيح مختبر تحليل المشي فائق الحداثة إجراء اختبارات يمكن من خلالها محاكاة المواقف الشديدة من دون مخاطر. ينصب التركيز في تجربة قيادة القوارب بشكل أساسي على التنسيق الحركي وعلى التوازن وكذلك على تخطيط الحركة. تتطلب التجربة التالية أيضاً أقصى تركيز، فهذه المرة يجب على المتطوع للاختبار عبور جسر معلق. ما يتم محاكاته هنا في بيئة افتراضية يوفر معلومات مهمة لبناء عالم عملنا. خذ عامل البناء مثلاً، أو في حالة مختلفة من يعملون في مجال الخدمات اللوجستية، ويتعين عليهم معالجة أشكال مختلفة من المعلومات، ولكن عليهم القيام بذلك أثناء التنقل. في بعض الأوساط الصناعية هناك استخدام متزايد لنظارات البيانات يتم عبرها تقديم المعلومات مباشرة، لذا فهي موجودة في كل مكان، وهذا موقف لا نعرف عنه إلا القليل حتى نجزم بأن عنصر السلامة متوفر. في مواقع العمل الحديثة تزداد أهمية التفاعل بين الإنسان والتكنولوجيا. يركز مجال بحث جديد إلى حد ما يعرف باسم العلوم العصبية المعرفية بشكل أساسي على دراسة الأعباء العقلية الجديدة في مكان العمل. كيف نتعامل مع التحديات الكثيرة؟ ما هي ميزة العمل على عدة أشياء في وقت واحد؟ هل يجعلنا ذلك حقاً أسرع وأكثر فعالية؟ أم أن تعدد المهام يؤدي إلى نتائج عكسية؟
يشكو الأطباء وخاصة طواقم التمريض من كثرة الأعباء ومقاطعة سير العمل. فالتبديل المستمر بين الرعاية المباشرة للمرضى وإنجاز المتطلبات الإدارية والمهام التنظيمية الشاملة أثناء المناوبة أمر مرهق. ألقى الباحثون نظرة فاحصة على الروتين اليومي في المستشفيات. من بين أمور عديدة أجرينا دراسات شملت طواقم الرعاية الطبية في مستشفيات تتم مقاطعتهم بين 60 إلى 120 مرة أثناء قيامهم بالعمل، فإن كانوا يعدون الدواء مثلاً فقد يؤدي ذلك لارتكاب أخطاء كارثية. في مراكز الإنقاذ مثل مستشفى الحوادث في برلين تعتبر العمليات الروتينية المدربة المصحوبة بدرجة عالية من المرونة أمراً مهماً. الدكتورة يوهانا لودفيغ تعرف أن الغرباء في كثير من الأحيان لا يستطيعون تقييم ما يعنيه ذلك. نادراً ما ترى الحالات المصابة بجروح خطيرة في غرفة الانتظار، فهم يدخلون من مدخل مختلف مباشرة إلى غرفة الطوارئ، وتلك الحالات تحتاج عدداً كبيراً من الموظفين والكثير من الوقت، لكن الأشخاص في غرفة الانتظار يجدون صعوبة في فهم سبب اضطرارهم للانتظار طويلاً دون حدوث أي شيء، فالأطباء والممرضات يكونون في غرفة الطوارئ لإنقاذ حياة شخص ما. يتم تحديد مدى حرج الحالة على أساس التقييم الطبي الأولي، حيث يضع نظام فرز المصابين كما هو معروف معايير واضحة. توضح الألوان على شاشة الإطارات الزمنية، حيث يشير اللون الأحمر إلى أن المريض يحتاج لعلاج فوري، ويعني البرتقالي أنه يمكن للأطباء تأجيل النظر في الحالة لعشر دقائق، ويمثل اللونان الأخضر والأزرق الحالات الأقل خطورة، لكن على الرغم من ذلك لا يمكن التخطيط لكل الحالات. فمن ناحية يعتبر فرز المصابين نظاماً ممتازاً، ولكنني أرى من ناحية أخرى أن العمل الجماعي والتعاون لا يقل أهمية عن ذلك. فإن جاءتني ممرضة تعمل في مركز الطوارئ منذ 15 عاماً وأخبرتني أنها قلقة بشأن مريض وأنه علي إلقاء نظرة عليه، فسأذهب وألقي عليه نظرة حتى لو تم فرزه باللون الأخضر. عادة يتم الإبلاغ عن المرضى ذوي الإصابات الخطيرة قبل 10 دقائق من موعد وصولهم، لذا فإن فريق العمل بالمستشفى ينتظر بالفعل. على الرغم من ضغوط الوقت، فهنا أيضاً لا يوجد نشاط محموم، حيث يعتبر إيصال المريض بهدوء وتركيز إحدى المراحل المهمة. حروق من الدرجة الثانية إلى الثالثة تغطي 15% من الجسم أصيب بها هذا الصباح، ونجمت عن استخدام مشعل النار. لدقيقة كاملة لا ننظر للمريض ولا نتحدث معه، بل نستمع لتقرير التسليم وحسب. ما الذي حدث؟ إنه إجراء منظم بالكامل. ماذا حدث؟ كيف حدث؟ هذا مهم لا سيما في جراحة الحوادث. ما هي القوى التي أثرت في ذلك؟ ما نوع النمط الذي نتوقعه؟ ما الإجراء الذي اتخذ بالفعل؟ وحينها فقط ننقل المريض ونبدأ العلاج. حين يتعلق الأمر بتعدد المهام، فإن سير العمل الأمثل والتواصل الواضح لهما أهمية كبيرة. يدرس الباحثون في جامعة كوبلينز كيف يحدث ذلك في بيئة مختلفة تماماً، أي في المؤسسات التجارية الكبيرة. يقال دائماً إن هناك الكثير من المهام المتعددة في إدارة الأعمال، ونحن بالتأكيد نرى ذلك في الشركات أيضاً. لقد تم التعرف على المشكلة بشكل أساسي، لكن من الصعب علاجها. السؤال المهم هو كيف تحافظ على نظرة شاملة للمهام المتنوعة الحالية والقادمة؟ هنا يتم تمثيل المهام القادمة والمنجزة بطريقة تناظرية تماماً باستخدام الملصقات. ما يبدو الآن للوهلة الأولى قديماً إلى حد ما في عالمنا الرقمي هو في الواقع منطقي تماماً. كلما كانت المهام أكثر تجريداً وتعقيداً ورقمية، فإنه من المهم تحويلها إلى رسوم وملصقات. من السهل على الناس أن يروا على سبيل المثال داخل مصنع وجود 10 آلات شبه جاهزة، يرونها بأعينهم بدلاً من 10 طلبيات وعشرة استفسارات للعملاء ومهام غير مكتملة من دون أن يرى العميل أي نتيجة. في نموذج المصنع الذي نجري عليه الدراسة هنا في جامعة كوبلينز، نجعل العمليات في مصنع شاحنات خيالي مرئية ومفهومة حقاً. يبدأ الأمر بإنجاز المشتريات. حتى هنا في الخلف لدينا الموردون،
ثم لدينا منطقة الاستلام ثم التخزين. هذا هو قطاع اللوجستيات مع محطات الإنتاج المختلفة، وأخيراً التوزيع. لذا فإن الهدف هنا أيضاً هو تحديد تعدد المهام السلبي غير المنضبط وإيجاد طرق للقيام بالأشياء بشكل أفضل. وهذا ضروري في كثير من المجالات، فحوالي 20% من الاقتصاد تهدر بسبب تعدد المهام الدائم في إدارة المشروع، ونتيجة لذلك يتم فقدان ما يصل إلى 25% من حجم الأعمال. وقد أثبت البروفيسور كوموس وشركة فيستم الاستشارية ذلك في دراسة كبيرة شملت مشاركين من 20 فرعاً من فروع الاقتصاد. كان اكتشافنا الأكثر أهمية هو أن الوضع سيء بالفعل كما يشاع دائماً، فهناك نقص في الهياكل والأهداف الواضحة، حيث لا يتم تحديد الأولويات بشكل شديد الوضوح. كان أحد المشاركين في الدراسة شركة أندريس وهاوسر السويسرية، وهي إحدى الشركات الرائدة عالمياً في مجال تقنيات المختبرات والعمليات. في السنوات الأخيرة ازداد الطلب على مطور هذا المنتج لأجهزة القياس عالية التخصص الناجمة عن مظاهر الأتمتة والرقمنة والاستدامة بشكل كبير. بمرور الوقت اكتشفنا أنه صحيح أن موظفينا يعملون أكثر ويتعرضون لضغوط متزايدة، إلا أنه ثبت في التحليل النهائي أن الإنتاجية تقل. أردنا الاستفادة من أحدث النتائج العلمية من أجل تحسين هذا الوضع. في سياق الدراسة أجريت استطلاعات على الإنترنت ومقابلات مكثفة مع العمال والإدارة من أجل دراسة مراحل العمل من زوايا مختلفة. كان السؤال الرئيسي هو أين تكمن الأعباء الكثيرة وعوامل الإزعاج تحديداً؟ في الواقع كانت المشكلة الرئيسية هي أن الأشخاص الذين يقومون بالعمل، أي فرق التطوير في هذه الحالة، كان عليهم ببساطة التعامل مع العديد من المهام من مجموعة واسعة من المجالات، وأن كل مهمة منها لها أولوية قصوى. ينتج عن هذا الموقف عبء زائد في الفريق، وبالتالي تم إنشاء مساحات منفصلة لطواقم العمل داخل مكتب مفتوح، بحيث يمكن لمطوري البرمجيات العمل بعدد أقل من الاضطرابات والتنسيق بشكل أفضل مع بعضهم البعض. كما تمت إعادة هيكلة التخطيط لتوضيح 14 يوماً من مراحل العمل المعروفة باسم سباقات السرعة. الآن تحدد الإدارة والعملاء والموظفون معاً أهدافاً واقعية وأولوية المهام وأعباء العمل الفردية، والنتيجة شفافة وملزمة لجميع المعنيين. مرحباً بكم في اللقاء اليومي. كما جرت العادة سنلقي بداية نظرة على مخطط الاختراق. في الاجتماعات اليومية القصيرة يتم فقط تجميع المعلومات المهمة حالياً وتمريرها إلى مطوري البرامج كي يتمكنوا على الفور من معالجة أي مشاكل قد تظهر. أستطيع القول إننا تمكنا من تحسين كفاءتنا وفق رؤية الشركة من المستوى الثالث إلى الرابع. لذا فقد تضاعف أداء الفرق 3 مرات وأصبح الجميع أكثر سعادة. التنسيق في الفريق ثم العمل دون إزعاج، الجميع يرى ذلك مريحاً. ممارسة هواية أو مهمة ما والاستمتاع فيها بشكل عام يكون له تأثير إيجابي على النجاح والسعادة، يعرف ذلك باسم معايشة التدفق. المقاطعات والاضطرابات، أي تعدد المهام، له تأثير معاكس تماماً. في جامعة لوبك تدرس البروفيسورة كورينا بايفر تأثير تعدد المهام على معايشة التدفق في مكان العمل. لمعرفة ذلك قمنا بإجراء تجربة على الموظفين، حيث قاطعناهم بشكل عشوائي 2 مرات يومياً على مدى أسبوع، ثم سألناهم عن تجاربهم ومقدار المهام المتعددة التي يتعين عليهم أداؤها في النصف ساعتين الماضية، وعن مقدار التركيز الذي شعروا به. تظهر دراستنا أن تعدد المهام له تأثير سلبي على تجربة التركيز. مهام كثيرة وأعمال غير منجزة وشعور مستمر بتأنيب الضمير، إضافة إلى ضرورة أن نبقى متاحين رقمياً. بصفته متخصصاً في علم الاجتماع الرقمي، يدرس البروفيسور دومينيك بويه الآثار الاجتماعية للتقنيات الجديدة، حيث يحلل تأثير العوامل الرقمية على العلاقات الإنسانية وعالم العمل.
يرتبط مفهوم الموظف متعدد الكفاءة ارتباطاً مباشراً بنموذج إداري واسع الانتشار الآن، وهو ينطوي على أنه يجب أن أكون متاحاً باستمرار ويمكن الوصول إلي لأداء جميع المهام وقادراً على التعامل مع كل شيء في آن واحد. يمكنني الاستجابة لكل شيء في جزء من الثانية إنجاز التعبير. هذا هو المستوى الذي نتحدث عنه في عالم المال مثلاً. ولكن إن أجبرنا الناس على العمل بهذه الطريقة، فهذا يؤدي مباشرة إلى حالات الإرهاق الشائعة في الشركات اليوم. ففي مرحلة ما يفقد الناس القدرة على التفاعل مع كل شيء بطريقة متساوية، حتى إن بعض الناس يرون أن هذا يمثل تحدياً. يعتقدون أنهم قادرون على التعامل معه وأنهم يسيطرون على كل شيء، لكنهم في الواقع يرهقون أنفسهم وفي مرحلة ما ينهارون. أراد فرانك ريشتر أيضاً أن يفعل الكثير في وقت واحد لفترة طويلة جداً. شعرت بالارتياح للحصول على المساعدة. لقد طلبت المساعدة طوعية لأنني قلت لنفسي لا يمكنني الاستمرار هكذا. غالباً ما تكون الطريقة الوحيدة للخروج من فخ تعدد المهام هي الاستراحة الصارمة. جاء السيد ريشتر إلي في حالة من الإرهاق الشديد على مدى فترة طويلة من الزمن، أدى عبء العمل الهائل والمرهق لديه إلى الإرهاق الاكتئابي. في حالته تجلى هذا أولاً، وخصوصاً فيما نسميه الاكتئاب المهيج. لقد كان مضطرباً للغاية ومتخبطاً ومتوتراً، لم يكن يستطيع النوم، كان تركيزه ضعيفاً وكان يفكر كثيراً. بعبارة أخرى، كان جهازه النفسي بالكامل متخبطاً، ولكن في الوقت نفسه مرهقاً بشكل خطير. يتعافى المرضى الذين يعانون من الإجهاد المتراكم في العيادات المتخصصة للاضطرابات النفسية والجسدية، حيث يستعيدون الشعور الطبيعي بالوقت وباحتياجاتهم الشخصية. هنا في عيادة جيتسايتن هاوس بمدينة ماغديبورغ، يتم مساعدة المرضى أيضاً بواسطة العلاجات المأخوذة من الطب الصيني التقليدي. تمارين اليقظة الكاملة هي ترياق لإبطال التأثير السلبي لتعدد المهام إنجاز التعبير. فباليقظة الكاملة ينصب التركيز على الإدراك بشكل مكثف لما يشعر به ويحسه المرء في التو واللحظة. أركز على نفسي تماماً، أتجاهل الزمان والمكان وكل شيء. لا توجد أفكار دخيلة، أنا داخل نفسي فقط. يمكن حتى قياس آثار التأمل على الدماغ المجهد جراء تعدد المهام. في قسم علم الأشعة العصبية في مستشفى ريشتس دي إيزار في ميونخ، تقوم الباحثة النفسية الدكتورة بريتا هولتسل بفحص الأشخاص الذين يخضعون للاختبار باستخدام ماسح التصوير بالرنين المغناطيسي. نرى كيف يمكن أن يتضرر الدماغ جراء مستويات الإجهاد المرتفعة للغاية على مدى فترة طويلة من الزمن، أي عندما يتم إفراز كمية كبيرة من الكورتيزول. للكورتيزول تأثير سلبي على الخلايا العصبية في الحصين مثلاً. نرى أيضاً أن الإجهاد يمكن أن يقلل من كثافة المادة الرمادية. من ناحية أخرى، نرى أيضاً أن كثافة المادة الرمادية يمكن أن تزداد مرة أخرى من خلال تدريبات تأمل اليقظة الكاملة. لكن هذه ليست المنطقة الوحيدة من الدماغ التي تهم العلماء في هذا السياق. أظهرت دراسة أجريت منذ عدة سنوات أن الأشخاص الذين يقومون بتعدد المهام في الإعلام لديهم كثافة أقل من المادة الرمادية في القشرة الحزامية الأمامية. هذه المنطقة من الدماغ مثيرة للاهتمام للغاية لأنها مهمة لعمليات تنظيم اليقظة الذهنية. لذا فإن أردنا الاستمرار في التركيز على شيء ما بينما نحن مشتتون بمحفزات أخرى، فإن القشرة الحزامية الأمامية تساعدنا على التركيز على ما نريد القيام به في تلك اللحظة. تظهر دراسات مختلفة في تأمل اليقظة الذهنية أنه يمكن تقوية وظيفة هذه المنطقة الدماغية وبنيتها من خلال التأمل. إن بناء مراحل تجديد في حياة المريض يعني في الواقع تغيير نمط حياته، لكن ذلك ليس بالأمر السهل. فحتى بعد قضاء 8 أسابيع في المتوسط في العيادة، يظل المريض نفس الشخص بالطبع. في الواقع يستغرق الأمر وقتاً طويلاً، قد يتراوح من 1 إلى 2 حتى تترسخ الأشياء. يؤدي الاضطرار للقيام بأشياء كثيرة في آن واحد إلى إصابة بعض الأشخاص بالمرض،
في حين يبدو أن آخرين يفعلون ذلك بسهولة. فهل يستطيع بعض الأشخاص التعامل مع تعدد المهام أفضل من غيرهم؟ ينظر الشباب إلى هواتفهم الذكية أو الأجهزة اللوحية بمعدل 150 مرة في اليوم، ولكن من خلال التنقل المستمر بين العالمين الطبيعي والرقمي، فإنهم في الواقع يتواجدون جزئياً فقط في حياتهم الخاصة وسرعان ما يشعرون بالملل. يتحدث الخبراء عن الحضور المتقطع سواء في العمل أو في أوقات الفراغ. إنها مشكلة لا يدركها الكثيرون. في هذه الندوة يناقش المحاضر الظاهرة مع الطلاب الذين يأتون بتجاربهم الشخصية. تعرفون ذلك من خلال رد فعل والديكم وأجدادكم، وهو أن مدى الانتباه لدى جيلكم والجيل الأصغر منكم يتغير، وأن شيئاً جديداً لابد أن يحدث بسرعة، وهو ما يمكن قياسه عندما يبدأ الشعور بالقلق أو بوجود حافز جديد. أحياناً أجد أنني لا يمكنني التحكم في ذلك، ففي بعض الأحيان يكون تبادل الرسائل النصية مع الأصدقاء أكثر متعة، أو قد أجد مقاطع فيديو على يوتيوب أسهل للمتابعة مقارنة بمسلسل أشاهده على نتفليكس. لا أعرف ما إذا كان هذا شيء يمكنني تغييره. يتحدث العلماء عن حالة ناجمة عن اندفاع متزايد ومقلق، وهو نوع من الإدمان. يرجع ذلك إلى الخلايا العصبية في دماغنا الأمامي، فيما يسمى بالنواة المتكئة، حيث يقع مركز المتعة أو المكافأة. يتم تحفيزها بواسطة مادة الدوبامين الناقلة، والتي تلعب أيضاً دوراً حاسماً في الإدمان. فحين يلتصق هذا الناقل العصبي بمستقبلاته، فإنه يعطينا مشاعر إيجابية، أحاسيس نريد معايشتها كثيراً. في هذه المنطقة من الدماغ تتركز القوة الدافعة لسلوكنا بأكمله. وإن تم تنشيط نظام المكافآت هذا باستمرار بواسطة أشياء جديدة، فقد ينشأ نوع من الإدمان. نشر الأخبار والإعجابات والإلهاءات المستمرة، هذه هي الأشياء التي تلعب دوراً رئيسياً في تعدد المهام في حياتنا اليومية، وذلك لأن مركز المتعة لدينا جشع للمثيرات، وبالتالي لإفراز الدوبامين هرمون السعادة. تصميم الواجهات في الشبكات الاجتماعية يقدم نوعاً من تعدد المهام، فهناك عدد من المحفزات والإشارات البسيطة ذات الكثافة المعرفية المنخفضة للغاية. تتبع هذه الإشارات شديدة البساطة ردود فعل فائقة السرعة، لذا وبغض النظر عما نفعله في أي لحظة، ففي الخلفية أي في مجال الانتباه المحيطي ما زلنا قادرين على التقاط ما يحدث على إنستغرام وعلى يوتيوب وغيرها والتفاعل معه. لكن ما الذي نتفاعل معه؟ نرى عنواناً رئيسياً أو هاشتاغاً ونقول حسناً هذا هو الموضوع، ونضغط على الزر وحسب، ثم ينتهي الأمر. هذا لا يتطلب الكثير من الطاقة المعرفية، لذا نشعر بأننا نتعامل مع مجموعة من الأشياء ونتبع سلاسل متنوعة من المعلومات، لأننا لم نعد نأخذ الوقت للتركيز على المحتوى. الطريقة التي يتم بها تصميم الشبكات الاجتماعية تزيد من حدة الوهم الذي يتولد لدينا من تعدد المهام، ولكن في الواقع يتم تخفيض مستوى انتباهنا إلى محفزات إنذار بسيطة، وهذا ما نتفاعل معه. يكبر من يسمون بالمواطنين الرقميين كما هو معروف بشكل طبيعي تماماً مع الشبكات الاجتماعية ومع جميع إمكانيات المعلومات والاتصالات المتاحة. إنهم يتعاملون مع الأجهزة المختلفة بسهولة، ويبدو أنهم يتكيفون بشكل أفضل مع تعدد المهام، لكن المظاهر قد تكون خداعة. أود باختصار أن أذكر جانباً واحداً من منظور علم الأعصاب. يجب ألا ننسى أن الدماغ ينضج، وهو يفعل ذلك بعملية نموذجية تماماً. منطقة واحدة محددة للغاية هي القشرة الأمامية، تستغرق وقتاً طويلاً نسبياً للوصول إلى حالة النضوج. إذن ففي مرحلة المراهقة لا يكون هذا الجزء من الدماغ قادراً بعد على تطوير آليات دفاعية مناسبة للتعامل مع المحفزات العاطفية المتزايدة. وهذه بالضبط هي المشكلة، ليس فقط عند الشباب ولكن أيضاً لدى المراهقين، فقد ولدوا في عالم يقصفهم بالعديد من التحديات الاندفاعية دون أن يكون لديهم الجهاز أو الأساس لمواجهة هذه التحديات بالآليات الدفاعية المناسبة.
نحو 20 جامعة ألمانية تدرس في إطار برنامج هام جوانب مختلفة من تعدد المهام. المتحدث باسمهم هو عالم النفس المعرفي البروفيسور إيرين كوخ، هو نفسه مهتم بشكل خاص بإمكانية تدريب الدماغ البشري. طلبنا منه أن يشاهد الأداء الفني لهاري كين الذي قدم معجزة عقلية في عشرينيات القرن الماضي وحظي بإشادة الجمهور لأدائه غير العادي. فبصفته فناناً ومؤلفاً دافع كين عن برامج التدريب الذهني للجميع. سأقوم الآن بتهجئة كل كلمة بالعكس محاولاً التحدث إليكم في نفس الوقت. يدعي العلم أن الإنسان يستخدم عشر سعة دماغه فقط ويترك 9 أعشار الأخرى خاملة ودون تدريب، لذلك ليس لدينا أدنى فكرة حول قدرات العقل البشري في الواقع. نعم، هذا المثال يوضح جيداً كيف يمكن دمج المهام الصعبة بشكل جيد مع الكثير من الممارسات، ولكننا نرى أيضاً أن الأداء ليس سلساً تماماً. ولو نظرنا عن كثب إلى التنسيق الحركي لحركات كتابته، فبرأيي أنه يظهر أن هذه المهام الصعبة يتم الدمج بينها بطريقة لا تتداخل في الواقع، فالتوقفات الصغيرة والتوقفات الأطول قليلاً بين الكلمات تجعل الأداء بأكمله ليس بتلك السلاسة. الشباب أكثر كفاءة حقاً في التعامل مع العديد من تدفقات التركيز المتزامنة، لذا فهذا بالتأكيد تطور من حيث القدرة المعرفية، ولكن حتى الشباب اليوم يجب أن يتعلموا طرقاً لتوزيع انتباههم بطريقة متسلسلة. يجب دائماً قمع بعض الأشياء قليلاً. ما لا يمكنهم القيام به هو التعامل مع مهمتين في آن واحد بنفس درجة الانتباه. بشكل عام يقال إن النساء أفضل في تعدد المهام من الرجال. أظهر استطلاع دولي أجري في بلدان عدة منها الولايات المتحدة وهولندا وألمانيا أن نصف الذين تمت مقابلتهم رجال ونساء يعتقدون أن الجنسين لديهما قدرات مختلفة في تعدد المهام، وكان 80% منهم يرون أن النساء أفضل في تعدد المهام. اختبرت الباحثة النفسية الدكتورة باتريتسيا هيرش من جامعة آخن هذه الفرضية في تجربة مخبرية. إذن ما مدى واقعية هذا التقييم الذي يبدو واسع الانتشار؟ وما أساسه؟ يعتقد الناس أن النساء أفضل في تعدد المهام من الرجال لأنهن يواجهن في الحياة اليومية مواقف متعددة المهام، حيث يقمن بالأعمال المنزلية بينما يتعين عليهن غالباً الذهاب أيضاً إلى العمل. وفقاً لباتريتسيا هيرش، كان على الأفراد المتطوعين للاختبار من الرجال والنساء أداء مهام بسيطة على الشاشة، كأن يطلب منهم مثلاً تحديد ما إذا كان الحرف ساكناً أم متحركاً، أو إن كان الرقم زوجياً أم فردياً. تطلب الأمر المزيد من الانتباه حين عرضت التمارين مختلطة، أي بعبارة أخرى حين كان حلها يتم في ظروف متعددة المهام. تم تسجيل الوقت الذي استغرقه المشاركون في الاختبار بالإضافة إلى عدد الأخطاء التي ارتكبوها حين كان عليهم التركيز على عدة مهام في آن واحد. تظهر نتائج دراستنا أنه فيما يتعلق بأداء المهام المتعددة لا يوجد فرق بين الرجال والنساء، لذا لا يوجد دليل تجريبي مقنع على أن النساء أكثر قدرة من الرجال على القيام بمهام متعددة. ومع ذلك وعلى الرغم من أن دراسات أخرى قد أسفرت عن نتائج مماثلة، إلا أن الاعتقاد النمطي القديم لا يزال قائماً، ربما لأنه مريح للبعض. وماذا عن القسم الأكبر سناً في المجتمع؟ ففي أوروبا نسبة الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاماً من السكان العاملين مرتفعة وتستمر في الارتفاع. هناك دليل واضح على أن قدراتنا المعرفية تتضاءل مع اقترابنا من الشيخوخة، لذا يمكن افتراض أن كبار السن لديهم مشاكل في تعدد المهام.
بإلقاء نظرة فاحصة على عالم العمل ومقارنة الموظفين الأصغر سناً بالموظفين الأكبر سناً، فمن الواضح أن هذه القوالب النمطية بعيدة عن الواقع، فالأشخاص الذين اكتسبوا مستوى من الكفاءة في مجالهم على مدى سنوات عديدة ينجزون فعلياً المزيد في وظائفهم. لذا فبينما يتعين على الموظفين الأصغر سناً التعويض ربما من خلال سرعتهم العقلية الأكبر، يعرف زملاؤهم القدامى الطرق المختصرة. نعلم الآن أن حتى الأدمغة الأكبر سناً تتغير نتيجة للتعلم، وأود أن أرى من هم في عمر 50 و60 وحتى 70 يقضون ساعة واحدة يومياً في العمل بهدوء وتركيز. هذا من شأنه أيضاً أن يعطي دفعة كبيرة للابتكار، لأنه برأيي لا يزال هناك خزان ذو ساعة هائلة لدى كبار السن لا يتم استخدامه. ومع ذلك ففي المجتمعات المسنة هناك حاجة واضحة لهذه القدرة، لذا يجب علينا أيضاً هيكلة عالم العمل لدينا لحماية أنفسنا من الإجهاد المفرط والهرم المبكر. لدينا بالفعل قوانين بشأن ساعات العمل. الآن هناك أيضاً محاولات في جميع أنحاء أوروبا وعلى رأسها فرنسا لتحديد الحق في عدم كون الشخص متاحاً، كما تشارك النقابات العمالية في ألمانيا في مفاوضات مماثلة، ويمكن رؤية الأمثلة الإيجابية الأولى في الصناعة. هناك عدد معين من الشركات الكبيرة مثل شركة HP مثلاً، والتي حدت من الأوقات التي يمكن فيها الرد على رسائل البريد الإلكتروني، لأن الشبكات الاجتماعية ليست وحدها التي يمكن أن تولد الكثير من الضغط، بل رسائل البريد الإلكتروني أيضاً. وبالتالي هناك فترة في الصباح وأخرى في وقت متأخر بعد الظهر يمكن فيها الرد على رسائل البريد الإلكتروني. حالياً تركز الكثير من الأبحاث على مقدار الضغط الذي يمكن أن يتحمله الدماغ، وكيف يمكننا حماية أنفسنا من التدفق المتزايد للمعلومات والتعامل بشكل أفضل مع حياتنا الرقمية اليومية. لكن لا توجد إجابة واحدة قاطعة. يبدو أن العديد من الاقتراحات للهروب من دوامة تعدد المهام معقولة، وهي تحديد المهام المنجزة واحدة تلو الأخرى، وأخذ فترات استراحة، وممارسة التمارين، وإيقاف العمل تماماً في نهاية اليوم.